لا نريد مقعدا مجاني، لا نريد منحة مالية، شعار رددَه طلاب النفقة الخاصة بكلية طب الأسنان في وقفتهم الاحتجاجية أمام رئاسة الجامعة، مطالبين بحقهم في التعليم بعد أن فات الأوان وأغلقت الجامعات الخاصة أبوابها. نحن طلاب النفقة الخاصة بجامعة صنعاء كلية الطب والعلوم الصحية، سجلنا بالنظام العام وبالنظام الموازي ولم ندخل من ضمن الطلاب المقبولين، ثم أخبرونا أن هناك نظام النفقة الخاصة بإمكاننا أن نسجل أسماءنا فيه. سجلنا أسماءنا بالفعل وبدأنا الدراسة، وصار لنا 3 أشهر ونحن ندرس. قبل فترة قصيرة بدأوا بتوزيع البطائق للطلاب، ويقف عسكري أمام باب القاعة حتى يمنعنا من الدخول المحاضرات. الطلاب أكدوا أن التلاعب بحقوقهم وممارسة الإرهاب النفسي عليهم واستغلال المناصب لغرض الفساد المالي عبر أموال النفقة الخاصة التي لا تخضع للرقابة المالية ما هي إلا مشكلة اختلقتها عمادة الكلية للتهرب من مسؤوليتها تجاه الطلاب. وقفنا قدام رئاسة الجامعة احتجاجا على تصرفاتها التعسفية. طبعا في البداية أعطت وعد للطلاب أنها تقبلهم في نظام النفقة الخاصة، وبعد ذلك بعد ما في كثير من الطلاب، يعني في طلاب يمنيين جو من السعودية، في طلاب ساروا جو من مدن ثانية، وبالأخير يقولوا لهم احنا ما نعترفش بحاجة اسمها نظام النفقة الخاصة. الجامعة أكدت أن هناك مشكلة تحتاج إلى تدخل من مجلس الجامعة، كون التشريعات النافذة تحتاج إلى أن تكون مع الطالب لا أن تكون ضده، في ظل تربص الكثير من القوى السياسية لمد ذراعها أكثر في تسييس العملية التعليمية. نعم الطلاب انتظروا وبيدرسوا وبيداوموا، وهذه مشكلة حقيقية يعني. وأنا رأيي الشخصي وحاولت بشتى الوسائل عشان نكون براءة ذمة أن أقنع الآخرين بأن يقبلوا، أن نقبل عدد محدود في كل كلية من هذا النظام اللاتنافسي، بحيث أن رسوم هؤلاء الطلاب تعود على تحسين الخدمات التعليمية داخل الكليات. لكن للأسف الشديد مجلس الجامعة للأسف المتعثر لأسباب كثيرة جدا لم يستطع أن يبت في هذا الموضوع. أيضا أقول كلمة حق أيضا في هذا النظام بالذات، يعني هناك كثير جدا من القوى المتربصة ينتظروا فقط أن نفتح هذا النظام لكي ينقضوا علينا كانقضاض الأسد على فريسته. استهداف جامعة صنعاء لا ينتهي بمظاهرة طلاب طب الأسنان، فكل يوم تسعى القوى السياسية الناقمة على وضع الجامعة إلى إيجاد العديد من بؤر التوتر والمظاهرات لكي يسهل إضعاف مجلسها وخلق حالة من الفوضى المدمرة للتعليم الجامعي. سامي الحجري، اليمن اليوم.